ولمناقشة مستجدات الوضع في البصرة معنا عبر الأقمار الاصطناعية من اسطنبول باحث السياسية سيد نظير الكندوري. مرحبا بك أستاذ نظير معنا. حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. وحياك. بداية، كيف ترى يعني تصرف المتظاهرين وتعبيرهم عن غضبهم بإحراق مقر الأحزاب والميليشيات والقنصلية الإيرانية؟ ما الدوافع ودلالات؟ يعني أنا أعتقد أن لا توجد رسالة أوضح من الرسالة التي أعطاها شعب البصرة بحرق هذه المقرات لمختلف الميليشيات، وحتى من بينها هي ميليشيات متنافسة. والشعب البصري يريد من هذا التصرف إرسال رسالة إلى الطبقة الحاكمة في بغداد وإلى العالم أيضا بأن الشعب البصري وكذلك الشعب العراقي يرفض تواجد كل هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات والأحزاب أيضا لا تمثل إرادة الشعب البصري أو الشعب العراقي بشكل عام. لذلك هي تحاول أن تطرد هؤلاء من يعني مدينة البصرة، بل إن الشعارات التي ترفع أيضا لا نريد حكم هذه الأحزاب لأنها قد جربت طيلة 15 سنة، والحال يتحول من سيء إلى أسوأ، إلى أن وصل الحال بمدينة البصرة على سبيل المثال إلى حالة مأساوية لا يستطيع الإنسان أن يأمن على حياته ولو بشربة ماء. فأنا أعتقد أن هذه الرسالة قد وصلت وبشكل كامل واضح إلى العالم بأن الشعب العراقي لا يريد هذه الطبقة السياسية ولا الميليشيات المتعاونة معها. حظر التجوال وانتشار القوات الحكومية والميليشيات أيضا، هل يتوقع له أن يكبح جماح المتظاهرين الغاضبين في البصرة؟ يعني الآن الحكومة أو الإعلام الحكومي يكرر دائما بأنه قد تم فرض حظر التجول في البصرة من 4 عصرا وما بعدها، وهذا يعني شيء عاري عن الصحة. الحكومة العراقية غير قادرة على فرض حظر التجوال، إنما اليوم لم تخرج الجماهير للتظاهر بدعوة من تنسيقية المتظاهرين في البصرة نفسها. ليس بسبب حظر التجوال يعني. لا ليس، هم غير قادرين على كبح جماح هذه الجماهير، وبالتالي متى ما تقرر هذه التنسيقيات الخروج إلى الشوارع ومواصلة التظاهر فهي قادرة على فعل ذلك رغما عن القوات المتواجدة هناك. وأود الذكر، يعني أنا أريد أن أوجه رسالة إلى يعني إخواننا وأحبابنا المتظاهرين سواء كانوا في البصرة أو غير البصرة، ألا ينخدعوا بالوعود الحكومية أو الكلام المعسول الذي تقوله الأحزاب بأنهم سيوفرون أو يستجيبون لمطالبهم، لأن لديهم تجربة طيلة 15 عاما هي كافية إلى أن يصل المواطن البصري والمواطن العراقي إلى يعني حقيقة أن هؤلاء غير قادرين على الوفاء بوعودهم، بل هم ليس لديهم لا الإرادة ولا الإمكانية لتنفيذ هذه الوعود. وسط ما يحدث الآن هناك اتهامات متبادلة بين شركاء العملية السياسية، في أي إطار أستاذ نظير تضعها؟ لا سيما أن المحافظات تغلي بسبب تردي الخدمات وسوء الوضع العام. يعني تعودنا على الأحزاب السياسية الحالية وتم إضافة الميليشيات الآن من جديد عليها بأنه يتم استغلال أي حادثة سواء كانت حادثة أمنية أو حالة تظاهر أو أزمة سياسية بأن يتم استغلالها سياسيا للكسب السياسي لصالح جهة معينة. فالآن نرى أن ما يحدث في البصرة من غضبة جماهيرية تريد أن ترسل رسالة إلى العالم بأننا لا نريد هذا النظام السياسي الحاكم الآن، كل طرف يعني يدعي أن الطرف الآخر هو من يحرض هؤلاء الناس على ما يفعلونه. يعني نرى تصريحات قيس الخزعلي، بالمقابل تصريحات يعني من التيار الصدري أحدهما يقذف التهمة على الآخر، بل إن حادثة حرق القنصلية الإيرانية بما فيها من تعبير واضح وتنفيس عن كل ما يجول في قلوب العراقيين بأن إيران هي سبب كل المشاكل في العراق، تم حرقها القنصلية وهناك تم
يعني فعل أشياء تعبيرية مثل تنزيل العلم الإيراني ورفع العلم العراقي على اعتبار أن إيران وهذه قنصليتها هي دولة احتلال وليست دولة صديقة، كذلك تم يعني شعل الشموع لأرواح الشهداء الذين سقطوا في تلك المظاهرات، تدلل على أن هذا التصرف هو تصرف شعبي حقيقي ليس لأي جهة سياسية لها علاقة به، لكن يعني العصائب وغيرها والحشد يجير إن هاي الأحداث قام بها يعني التيار الصدري ومن معه، وبالتالي في اليوم الثاني تم تعرض القنصلية الأمريكية في البصرة وسقوط 3 قذائف بالقرب منها، دلالة على أن التيار الآخر هو موالي للأمريكان وهؤلاء مواليون إلى إيران. هكذا هو طريقة تفكير الطبقة السياسية والميليشياوية الحاكمة في العراق، فهي لا تستطيع أن تفهم أن هذه غضبة جماهيرية حقيقية ليس لها علاقة بأي أجندة خارجية. ما حدث اليوم أيضا في جلسة مجلس النواب من جدال وسجال بين المحافظ والعبادي على ما يدل؟ يعني الجلسة يعني بالرغم أنها هي يعني مؤلمة، لكن بنفس الوقت كان هناك يعني موضوع ساخر، ترى هناك الاتهامات تتبادل ما بين رئيس الوزراء والمحافظ. نعم. يعني محافظ البصرة كان هذه المرة صريحا في كلامه وقال وعلى شاشات التلفزيون بأنكم فرضتم علينا مدير للشرطة في البصرة وهو شخص مرتشي، يعني غير قادر على حفظ الأمن في مدينة وهو يتم رشوته من أي جهة تدفع أكثر. هذا يعني معناه أنه البلد مدمر عندما رئيس وزراء يفرض مثل هكذا شخصية، وبالرغم من أن محافظ البصرة قد نبه رئيس وزراء مثل هكذا شخصية ولم يستجيب، معناها أنه هو مشترك أيضا في هذه الحالة. وترى يعني أنه هناك تبادل اتهامات ويقول له لماذا أنت في بغداد ولا نجدك في البصرة، وبرغم أنه الآن هو نائب يجب أن يكون متواجد في بغداد لحضور يعني جلسات مجلس النواب، فيعني تجد أن هؤلاء بطريقة تفكيرهم بطريقة معالجاتهم هم غير قادرين على توفير ولو الحد الأدنى ولو 1% مما تطلبه الجماهير البصرية، ولا نرجو أن من هذه اللجان التي ستشكل أي فائدة ترجى، بل أن زعيم التيار الصدري يخاطب الجماهير بأنه يطلب منهم تأجيل تظاهراتهم واحتجاجاتهم لمدة شهر، يعني لكي تكون هناك لجان تحل مشاكلهم. والحقيقة أن التأجيل لمدة شهر معناها إنهاء هذه التظاهرات وإنهاء هذه الاحتجاجات، وبالتالي سيستفردون بالشعب البصري ويتلقطوهم 1-1 ويسفكون دماءهم. هذا ما هو منتظر من هذه الأحزاب الغارقة بالدم. فهمت من كلامك أستاذ نظير أن لا تتوقع أن تخرج هذه الاجتماعات السياسية أو في قبة البرلمان بأي نتيجة من الممكن أن تهدئ الشارع البصري بناء على تجارب سابقة، إذن كيف ستؤول الأحداث في البصرة؟ أنا ما أقول يعني أن الآن يعني المتظاهرين والتنسيقيات التي تقودهم هم الآن يحاولون أن ينظفوا الصف الداخلي من المندسين، بحيث أن يعني بعض الإجراءات التي يقوم ناس يعني ملثمين بحرق يعني مؤسسات هي ربما خدمية هي ليس لها علاقة بالنظام إنما هي ملك الشعب، هذا دليل على أن هناك فعلا من هو يعود ب يعني تصرفاته إلى خدمة الأحزاب الحاكمة ومحاولة جعل هؤلاء المتظاهرين عبارة عن مجموعة من اللصوص والمخربين والمندسين، وبالتالي يسهل عليهم مكافحتهم بالقتل يعني بأي طريقة يعني استبدادية إزاء هذا الشعب. ما أتوقع أن هذه التظاهرات وبعد سقوط هذا العدد من القتلى ومن الجرحى والمختنقين ووصل الأمر إلى أن تخرج النساء للتظاهر، ونحن بثقافتنا العراقية هذا شيء كبير، لا يوجد لدينا نساء تخرج التظاهر، لكن الحالة وصلت إلى مدى كبير جدا جعل حتى النساء تخرج إلى التظاهر، معناها هذه النساء تخرج للتظاهر من أجل أولادهم من أجل أزواجهم من أجل أبنائهم،
ووصلت حالة يعني مرحلة مأساوية لا أتوقع أنها ستقف لهذا الحد، ربما ستتواصل وبقوة. والشيء الأكثر والأخطر على هذا النظام البائس الذي يحكم في بغداد أن هذه شرارة هذه التظاهرات ربما ستنتقل إلى المدن الأخرى، ورأينا هناك تظاهرات مساندة لأهالي البصرة خرجت في بغداد وغيرها من المحافظات. نتوقع أن تمتد هذه رقعة التظاهرات بشكل أفقي وشكل عمودي من حيث مطالبهم ومن حيث تأثيرها على النظام الحاكم. شكرا جزيلا لك سيد نظير الكندوري الباحث السياسي من نصر.